في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. صاحبنا ده هتلاقوه في أي حفلة أو مناسبة فيها فنانين ومشاهير، هتلاقوه بيحضر من غير دعوة أي عرض خاص لأي فيلم عشان يشوف نجومه ويتصور معاهم كمان، حتى واقف مستني بعد أي عرض مسرحي على باب خروج الممثلين علشان ياخد سيلفي معاهم، وفورا ينشر الصور على الفيسبوك وإنستجرام بتعليق صورتي مع حبيبي وصديقي الفنان الكبير فلان الفلاني، أو كانت ليلة جميلة مع صديق عمري الفنانة القمر فلانة الفلانية. صاحبنا ده يا سادة مجنون، أيوة مجنون فنانين، مهووس بالمشاهير، مش ممكن يفوت مناسبة يكون فيها حد مشهور إلا وتلاقيه راشق فيها، حتى العزيان ما عتقهاش. شفتكش يعني امبارح في عمر مكرم العمورة، الناس كلها عم كانت هناك، مصر كلها كانت في العزم امبارح. ما هو كان فنان عظيم والله، الله يرحمه، يستاهل والله العيوب بتاكله يستاهل. ده الناس كان وياهم أمم والله العظيم واقفين على رجليهم عشان يهزوا. يلا بقى لله، الله يرحمه ويحسن إليه، كان حبيبي وأخويا والله. طبعا وفي يوم العزة كان صاحبنا مشير على الفيسبوك صورته مع الفنان الفقيد بعد عرض مسرحيته الأخيرة، وكاتب عليها آخر صورة ليا مع أخويا وحبيبي الفنان الجميل، مش هنساك يا كبير. وبعد العزة طبعا وكم ساعة اللي وقفهم قدام عمر مكرم، اتمالى الفيسبوك بصور صاحبنا مع كل الفنانين اللي حضروا العزاء، ومع كل صورة تعليق مؤثر جدا، أنا والفنان فلان في عزاء الفنان الكبير حبيب الملايين. ويدوب بعد كام ساعة يا سادة تلاقوا مصر كلها بتتفرج وتعلق على صور سعادته مع الفنانين، تنسى العزاء والفقيد الكبير، وهاتك بقى تعليقات على صور زيزو مع الفنانين والمشاهير اللي حضروا العزاء. وهاجب برضو عمور اخويا الاصول كده، لازم الواحد يكون موجود في مناسبه كبيره زي دي. دي مصر كلها كانت في العزاء الراجل ده، ما فيش فنان ولا فنانه ما راحوش، وكل كاميرات القنوات صورت العزاء. واخوك بقى كان ايه موجود في كل اللقطات مع كبار الفنانين، امال ايه، ما انت عارف كلهم اصحابي وحبايبي. وفعلا ما فيش صوره ولا لقطه الا وكان راشق فيها الاخ عبد العزيز اللي مقضي حياته كلها جاري ورا المشاهير والتصوير معاهم في كل مكان. والحقيقة أن الأخ عبد العزيز هوايته مش بس أن هو بيحب الفنانين، لا، هو بيحب يتواجد في أي مكان في حد مشهور، رجل أعمال، شخصية معروفة، لاعب كرة مشهور. وبسبب هوايته الغريبة دي ياما الأخ زيزو وقع في مواقف محرجة، وياما اضطرد من مناسبات وحفلات. وفي يوم جه الشغل الصبح متبهدل وعينه ورمة وحالته حالة، مالك يا زيزو؟ الله يخرب بيت الكورة يا عم عمر، أنا مش هروح ملعب تاني يا عم، ده أنا اتبهدلت والله يا عمورة، معقول أروح أشجع أو نضرب؟ معقول كده؟ قال لي يا سيدي بعد الماتش استنيت اللعيبة عشان أخد معاهم صور قدام باب الخروج، وإيه بقى؟ أتاريني لابس التيشيرت بتاع الفريق اللي فاز، وأنا بقى واقف بسلامتي عايز أتصور مع الفريق اللي اتغلب. قال وأنا مستغرب جدا، هم ليه بيبصولي باحتقار كده ومش عايزين يتصوروا معايا؟ أخيرا اكتشفت المصيبة اللي أنا عاملها، بس بعد إيه؟ بعد ما جمهور الفريق الخسران هات يا ضرب وتهزيق، واللي جابك هنا لابس فانيلات وبغات أشمت فينا، وهات يا شلاليت وتلطيش وإقلام، وكل ده ليه؟ عشان أخد صورة مع اللعيبة. ده كان يوم أسود، يوم ما رحت الماتش أساسا خرشموني بهدلوني والله يا عمر أخويا. تستاهل والله، تستاهل عبد عزيز، ايه اللي خلاك اساسا تروح تتصور مع لعيبة خسرة الماتش؟ انت ما عندكش اي تمييز خالص، هو اي حد مشهور لازم تلزق له وخلاص، ده حتى عيب يا اخي، فين الانتماء وفين روح الفانيلا يا زيزو؟ عيب عليك والله، عيب يا اخي والله العظيم. تلاتة النبي من ناقصك يا عمر انت كمان، ومش اللعيبة دول كلهم مصريين ولا اجانب يعني؟ ويعني مش احنا برضو الجمهور اللي بيقف معاهم وبيهتف لهم لما يلعبوا للمنتخب؟ ايه يعني لما واحد من الجمهور يكون عايز ياخد صوره مع لعيب فيها ايه يعني؟ وده يبقى جزائي برضو الضرب ووشي يتشلفط عشان صوره جنب حته لعيب كوره لا هنا ولا هناك؟
أو أنت قلتها بنفسك، الحكاية ما كانتش مستاهلة إنك تبهدل نفسك وتقل قيمتك وتجري ورا لعيبة الكورة عشان تتصور معاهم. وكل ده كان ليه؟ عشان تحط الصورة في ألبوم ذكريات سعادتك، ولا عشان تشيرها وتترشخر بيها على الفيسبوك وتقول لي صورتي مع اللعيب الفلاني اللي فريقه انهزم في المباراة امبارح؟ يا راجل عيب عليك، الجري ورا مشاهير الفنانين عمر ما هيديك قيمة ولا شهرة في المجتمع. قيمتك الحقيقية من شخصيتك وكيانك واحترامك لنفسك يا زيزو. يا زيزو يا فنان يا حبيبي. ماشي يا عم عمر ماشي، ممكن بقى تسيبني روح النبي عشان احط حاجة على عين الورمة دي؟ احسن الليلة دي رايح حفلة مصر كلها هتحضرنا، كل الفنانين جايين وشخصيات كبيرة قوي. تقول لك ايه وانت مش معزوم ولا ايه؟ ما تعمل تيجي يا عمور، هتلاقيني واقف على الباب. ايوه الباب اليمين ده هناك قدام القاعة على طول، هستناك اخويا. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.